ما زالت مشاهدي الكرام هذه التغطية مستمرة مع حضراتكم من على شاشة التلفزيون المصري لتغطية وقائع وجلسات مؤتمر كوب 27 والمنعقد في مدينة السلام في مدينة شرم الشيخ. لا شك أن العالم وأنظار العالم تتجه إلى هذه المدينة وتتوجه مباشرة صوب الجلسات المتعلقة بالتغيرات المناخية وبتأثيراتها المختلفة والمتنوعة على الكوكب جميعا من نبات وحيوان وإنسان. لكن مشاهدينا الكرام، اللافت في هذا المؤتمر وفي نسختي أن هناك مناقشات جادة ولكنها لم تنتقل حتى الآن من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ طبقا لآليات الأمم المتحدة والتي تم إبرامها في الماضي واستكمالا لمؤتمرات سابقة في النسخ الماضية. على كل أحوال مشاهدينا الكرام، في هذا اليوم والمتعلق بالتنوع البيولوجي كان هناك اتفاقات كثيرة تم إبرامها ما بين مصر وما بين بعض الدول وما بين الاتحاد الأوروبي للهيدروجين الأخضر، وأيضا هناك تنفيذات ووعود كبيرة من المنظمات الأممية للحد من التأثيرات المناخية خاصة على الدول النامية، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة انتقال الدول والمؤسسات الدولية الكبيرة من مرحلة الوعود ومرحلة الكلام إلى مرحلة التنفيذ. في هذا الإطار تنضم إلينا مباشرة وعبر الهاتف الأستاذة الدكتورة إلهام محمود، عضو اللجنة المناخية بالأمم المتحدة وأستاذ علوم البحار والبيئة في جامعة قناة السويس. أهلا بك ضيفة كريمة على شاشة التلفزيون المصري دكتورة إلهام. اهلا بحضرتك يا فندم، يسعدني جدا اكون مع حضرتك على التلفزيون المصري. وانا ايضا يا دكتور الهام. دكتور الهام، اود ان اسالك مباشره عن اسهامات حضرتك يمكن 10 سنوات وانا اعلم ذلك جيدا في جامعه ساوثهامبتون في لندن وفي بريطانيا لاسهامات كثيره في مجالات البيئه وخاصه البيئه البحريه. اليوم في التنوع البيولوجي كان هناك اسقاط وكان هناك اشاره إلى التغيرات المناخية عبر المحيطات، ما الذي يمكن أن نتوقعه بعد سنوات قليلة خاصة من التأثيرات المناخية والتي ألقت بظلالها على المجتمع الدولي جميعا؟ بالضبط زي ما حضرتك قلت، للأسف البيئات البحرية عموما من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية. نعم. ولو اتكلمنا على البحر فإحنا التأثيرات للأسف ليست تأثير موحد ولكن في أكثر من اتجاه. التنوع البيولوجي احدهم ولكن وربما يكون اهمهم، ولكن عندنا كمان تاثيرات على ارتفاع مستوى سطح البحر اللي ممكن ياثر جدا على الشواطئ كلها، ومنطقه البحر المتوسط محطوطه في التقرير الدولي السادس للامم المتحده على انها نقطه ساخنه. يعني عندنا البحر المتوسط يمكن يتاثر بثلاث اضعاف ما يتاثر به البيئات البحريه الاخرى. ولو تحدثنا عن ارتفاع مستوى سطح البحر اللي من المنتظر ان يصل الى متر بحلول نهايه هذا العقد، طبعا احنا بنتكلم على متر، ده ما هوش ارتفاع بسيط لانه ممكن ياثر جدا على منطقه زي منطقه الدلتا، ممكن يعمل لنا هجوم من المياه ياثر على غرق بعض الاماكن من ضمنها البحيرات الشماليه اللي هي عماد مصر على الثروة السمكية على سبيل المثال. هل تأذني لي دكتورة إلهام في هذا الجزء بالتحديد أنه كثر الكلام والحديث عن التأثيرات الضارة والقريبة جدا من الشواطئ المصرية خصوصا إذا كان هناك ارتفاع لمنسوب المياه بمتر، ما هي التأثيرات المتوقعة أن تحدث إذا لا قدر الله يعني كانت هناك تأثيرات مناخية بهذا الشكل وتم ارتفاع مستوى أو منسوب البحر بهذا الشكل؟ الحقيقه هيكون لي اثر، يعني اتمنى طبعا ان هذا لا يحدث، هي كلها تنبؤات ولكن تنبؤات علميه مبنيه على نماذج رقميه فربما تكون اقرب للحقيقه. نعم. المتر ده للاسف هو ممكن يكون فقط 70 سنتي بالنسبه لمصر، ولكن احنا عندنا منطقه الدلتا كمان عندها مشكله اخرى بنسميها مشكله هبوط الارض. فمنطقه الدلتا بيحصل فيها هبوط منتظم بمعدل تقريبا هيوصل ل 25 سنتي في نهايه هذا العقد. فلو ضمينا ال 25 سنتي مع ال 75 فاحنا وصلنا كده للمتر. ده هيؤدي لايه؟ اولا هيغير خط الشاطئ، وده تغيير ممكن ياثر على كل المدن الساحليه، بما طبعا حضرتك تعلم ان منطقه الشمال مصر دي كلها اماكن سياحيه. نعم. فهيأثر جدا على قطاع السياحه. هيأثر كمان على انه هيحصل غرق لجزء كبير من الدلتا قد يصل الى ثلث مساحه الدلتا. وحضرتك تعلم ايضا ان الدلتا هي مصدر مصر الاول للزراعه. نعم طبعا. والزراعه بالنسبه لنا تقريبا بتمثل 12% من الجي دي بي او
القيمة الاقتصادية للبلد، فأنا ده قطاع لا نستطيع أبدا أن احنا نستغنى عنه. كمان ممكن ارتفاع مستوى سطح البحر يؤدي إلى ملوحة للأرض، يعني ممكن يحصل عندنا ما يسمى بتملح الأرض الزراعية، فده هيأثر كمان مش بس على نوعية الزراعة ولكن كمان على الكميات، يعني حتى المحاصيل الزراعية نفسها جودة وكمية هتتأثر. فالمفترض ان احنا نبتدي من الان، ودي النشاطات اللي احنا منتظرين نعملها في خطط الدولة، نبتدي نتحسب ونعمل خطط تكيفية، اما بتغيير خريطة الزراعة، او ان احنا طبعا حضرتك عارف ان الدولة بتتوجه دلوقتي الى منطقة الدلتا الجديدة، فده نوع من انواع التكيف علشان يبقى عندنا اماكن اخرى للزراعة غير منطقة الدلتا، طبعا مع محاولة الحفاظ على هذه المنطقة. طبعا لو ده غير التنوع البيولوجي اللي حضرتك متفضلا اتكلمت عنه في الاول، لان ده بيغير النظام البيئي كامل في البحر المتوسط، فبيغير كل انواع الكائنات البحريه اللي عايشه فيها انكلودنج الاسماك. نعم دكتور الهام. فزي ما حضرتك بتقول ارتفاع مستوى سطح البحر كمان هيؤدي الى زي ما بنقول عليه loss and damage، اللي هي الاضرار والخسائر في الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه. حضرتك تعلم ان جزء كبير جدا من العماله المصريه اللي عايشه في منطقه الدلتا بالذات في شمال مصر بتعمل في عمليه اما الزراعه او صيد الاسماك او صيد، فطبعا ده هيؤدي برضو لتغيير التركيبه الاجتماعيه للبشر في مصر، فطبعا ده لازم احنا نتحسب بيه. للاسف هي كلها اثار، هي اثار او وعود. لو عايز انتقل لمرحله اخرى دكتور الهام، وهكلم حضرتك عن ما فطن اليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واكد عليه منذ بدايه المؤتمر عن ضروره الانتقال الفعال والامن من مرحله الوعود الى مرحله التنفيذ. هناك ادوات دكتور الهام ربما للامم المتحده لضمان هذا الموضوع، ما هي الادوات من الممكن ان تستخدم للبناء على ما تقدم وايضا الانتقال من مرحله الوعود الى مرحله التنفيذ؟ هو الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت، مع فخامة الرئيس انتبه للجزئية دي مش بس في الكوب 27، لكن أنا أتذكر في الحديث سيادته في الكوب 26 هو أهم نقطة ركز عليها، إن لازم الدول الغنية أو الدول التي أثرت بشكل أكبر في انبعاثات الكربون تؤدي ما عليها من دعم مادي بالضبط، لأن العمليات التكيف مكلفة جدا عشان تقدر تحمي بيئة بحرية، سواء هتحمي بإجراءات طبيعية زي مثلا الساند ديون اللي هي الكثبان الرملية أو وجود بعض الأشجار أو كده، أو حتى العمليات الهندسية من خرسانات، وكل دي حاجات مكلفة جدا. احنا مكلف جدا ان انا اغير خريطة الزراعة، مكلف جدا ان انا ابتدي الانتقال بطرق غير التقليديه. طيب لو اود ان اسالك دكتوره الهام قبل ان ينتهي الوقت عن هناك ارث كبير على عاتق الدول الناميه، يمكن ربما بسبب ما تم تحقيقه او ما حققته الدول الكبرى من نهضه صناعيه، والنهضه دي كلفت الدول الناميه بالطبع زي ما الناس كلها يعني مدركه لده دمار لتنوعها البيئي. ما الذي ما نحتاجه او ما تحتاجه الدول الناميه الان من خطوات عمليه للتكيف المناخي؟ وزي ما حضرتك ذكرتي ان الانتقال في فكره التغيرات المناخيه والتكيف هي فكره ومكلفه للغايه، والدول الناميه ليست لديها الموارد الكافيه لهذا الانتقال. والله الحقيقة لو تتقبل رأيي من خلال برضو شغلي في 10-15 سنة اللي فاتت، وخاصة بعد انضمامي للجنة الدولية للتغيرات المناخية، التقرير ده احنا بنعمله بقالنا 5 سنوات. فأنا من وجهة نظري أي دولة نامية بما فيها مصر احنا محتاجين نمشي في 3 اتجاهات. أولا لازم نسعى في أن الدعم المادي يصلنا من الدول ذات الأثر، وده شيء غير قابل للتفاوض، لان من غيره مش هنقدر نعمل اي نشاط. الحاجه الثانيه ان على كل دوله ناميه، وده مصر بداته بالفعل، تعد خطتها الاستراتيجيه القوميه. مصر في الفعل عملت خطه استراتيجيه سمتها الخطه الاستراتيجيه لمجابهه التغيرات المناخيه 2050، فيها كل انشطه التكيف اللي المفترض ان مصر تقوم بيها لحد سنه 2050، واللي بيها نقدر نحفظ النظام البيئي المصري وكمان في قاره افريقيا. الحاجه الثالثه والمهمه جدا، ان احنا محتاجين كل الدول الناميه بما فيها مصر نغير شويه في بعض القوانين واللوائح اللي ممكن تكون من شانها التعظيم من قوه تنفيذ القوانين، يعني الميزات الخاصة بالتلوث،
بعض القوانين خاصة على المصانع، المداخن اللي بتطلع ازاي بنرمي مخرجات المصانع. الثلاث قطاعات دول الفند والخطة الاستراتيجية والقوانين، الثلاثة تمويل وخطة استراتيجية وإدراك بالتغيرات المناخية. بكده يعني أكون وصلت معاك يا دكتورة إلهام، وبشكر جزيل الشكر على تحليلك وقراءتك لهذا الموضوع. دكتورة إلهام محمود، عضو اللجنة المناخية بالأمم المتحدة، والأستاذ أستاذ علوم البحار والبيئة في جامعة قناة السويس، شكرا جزيلا لك.